مساء الخير للجميع، إن شاء الله تكونوا بألف خير وبألف صحة جيدة. كثير من القراءات بتجيني دائما ومهما طال الزمن، هي شو صار بالأكس، شو عم يعمل الأكس أو شو عم تعمل الأكس، بغض النظر إن كان هو أو هي. شو صار بالأكس؟ الأكس ممكن يكون صار أكس من ساعة، من سنة، من 10 سنين، أو من 20 سنة. بإمكانكم تسموا اسم الشخص وقت تختاروا الكارت أو القراءة. الأشخاص اللي ما بيقدروا يتحملوا الأجوبة أو بحسوا إنه الجواب مش على ذوقهم، عندكم حلين: إما تعيدوا الاختيار أو بجوز هذه الفقرة مش لإلكم. في ناس قلبها ضعيف ما بتقدر تتحمل الحقيقة. كل الأحوال أشخاص اللي بيعجبهم هالنوع من الفيديوهات وبحبوا المغامرة، أهلا وسهلا فيكم. مرسي على كل المشتركين والقادمين الجدد والعائدين القدامى. شكرا على الاشتراك والشير واللايك، وما تنسوا تكتبوا لي بالتعليقات شو عم يصير معكم. خلينا نشوف اختياراتنا لشو صار بالأكس. الاختيارات اللي حنشوفها اليوم هو المرو الأبيض أو clear crystal، الرادونايت، الأوبل المرقط أو زيبرا أوبل، بينك ستون، الأوبل الأخضر، والأونيكس. فإذا 1 2 3 4 5 6: وايت كريستال، رادونايت، زيبرا أوبل، خلينا نشوف هيك إذا بتبين أكثر، و روز كريستال، جرين أوبل، والأونيكس. خلينا نشوف المجموعة الأولى والسؤال: شو عم بصير بالأكس؟ ماذا حصل بالأكس؟ الأكس بهالمرحلة عم بياخد فترة من النقاهة، بناء الشخصية، الاهتمام بأشغاله، بحياته، بأعماله. ممكن عم يستمع لكلام عائلته أو عم يتفاهم مع عائلته، أو بجوز أهله عندهم مخطط أو أهله عندهم مخطط خاص لهذه الشخصية. بالوقت الحالي ضايع أو ضايعة، عنده جوع عاطفي، لا يعرف شو عم بيصير بالحياة أو شو صار بيناتكم. صعب الاعتراف بأخطائه إذا أو أخطأ إذا أخطأوا معكم، هذا الأكس هي أو هو. صعوبة بالاعتراف بالخطأ، وهناك نوع من التشدد بالرأي والبخل بالعواطف. واقف مكانه، مش عم شوف إنه صار عنده أو عنده تغيير، بس خلينا نتأكد إذا كان أوجد أحد آخر أو عنده أحد آخر. على الأغلب لا، فإذا بنفس المكان، ما صار شي لسه، ما في تغييرات، بس خايف منكم. أوكي، هذه المجموعة الأولى، بالتوفيق لهذه المجموعة. المجموعة الثانية رادوناي، شو صار مع الأكس هي أو هو؟ حزن عميق وشديد. طبعا صار أكس يعني من بعد الفراق أو من بعد الحادثة، أو ممكن هلأ بالوضع الحالي. هناك حزن عميق وشديد، مخاوف من المستقبل، عدم تحديد للظروف، ما هو القادم، وفقدوا الشجاعة في الحب والعاطفة، مش عارفين إذا كانوا هن السبب أو أسباب تانيين هن سبب الإشكال. ممكن كبريائهم كان عالي، أو كان عندهم اهتمامات بأشخاص آخرين، وهذا أحد الأسباب اللي خلى العلاقة تكون أكس بالوقت الحالي. ما عندهم ثقة بنفسهم، عندهم تدمير للنفس، حتى لو كان الشخص اللي أحبوه اللي هو أنتو، كانوا عارفين أنه شخص جيد، ولكن تدميرهم لنفسهم بيؤدي إلى موقفهم الحالي. فإذا هن في حالة مزرية عاطفيا، نفسيا،
اجتماعيا وكبرياء عالي ما منه نتيجة، وعم يتابعوا أو يلحقوا بعض الأشخاص اللي مش جيدين لهم، ممكن عم يوصلوهم إلى مطارح منا جيدة بحياتهم، ما عم تأدي إلى النجاح العاطفي، أو عم يستمعوا للنصيحة الخطأ. زيبرا أوبول أو الأوبول المرقط، شو صار بالأكس؟ هذا الأكس صراحة أكس لعبي، يعني ما كتير بهمه العلاقات العاطفية، بضل أو بتضل فترة وبتروح، ما في كتير استقرار عاطفي، ما بيعجبهم شيء، أشياء كتيرة بحياتهم ما بيطولوا فيها، ما في نجاح عاطفي. أوكي، فمش مهم عندهم نجحوا أو لم ينجحوا، وجايز أيضا يكونوا من الأشخاص اللي يهتموا بنفسهم فقط، أنانيين، عندهم نوع من الأنانية، ما بيقدروا يشاركوا الحب أو المحبة مع أطراف آخرين، وممكن أيضا يكون عندهم لايف ستايل مختلف وطريقة حياة سرية ما قدرتوا تكشفوها أو اكتشفتوها بس ما صدقتوا. عندهم عدم اهتمام بالتركيز على الحياة العاطفية، مش كتير بتهمهم عاطفتهم هي نفسهم فقط، أنانيين، بحبوا نفسهم، فما صار معهم شي مهم أو غير مهم، لا يزالوا عم بعيلوا عيدوا الحالة مرة واثنين وثلاثة، وعلى الأغلب إذا بتتصلوا فيهم دايما بيقولوا لكم أنه أنتوا اللي أخطأتوا أو أنتوا الغلط. هذه المجموعة الثالثة. أوكي، بالتوفيق لهذه المجموعة. المجموعة الرابعة الروز كورتز أو المرو الزهري. هذه المجموعة عم تحضر للزواج. أوكي، عم تحضر للزواج، عم تحضر أو إذا كانت تزوجت فهي عم تشتغل على زواجها، في بداية العمل على الزواج، نجاح الزواج، نجاح الأحوال، التركيز على الزواج، الاستقرار، التركيز على بناء بيت أو عائلة، مش كتير هم موضوع الانفصال أو الابتعاد، أو حتى لو كان طلاق، يعني شو ما كان الأكس، حبيب، صديق، حبيبة، صديقة، طليقة، شو ما كان الأكس، فهن مركزين على الزواج، على الاستقرار، تحضير لزواج جديد، أو إذا عندهم زواج وكنتوا بعلاقة ثلاثية فهن مستقرين في هذا الوضع، فهون تحضير لمستقبل، تحضير لنجاح، تحضير إلى زواج، وعندهم بعض الخوف من أنه يرجعوا يفشلوا أو يصير عندهم مصاعب مثل علاقتهم فيكم أو معكم، ولكن مع هيدا وكله فعم بيتحاولوا يتجاوزوا الخوف تبعهم ويوصلوا إلى الأشياء الثابتة، مواجهة مع الحياة في سبيل الاستقرار والزواج. بالتوفيق للي اختاروا هذه المجموعة. المجموعة الخامسة وهي أيضا شو صار بالأكس. الأكس عم يفكر بالعودة أو عم تفكر بالعودة، عم بحاولوا، ما بعرف إذا أنتوا عاملين بلوك أو هني عاملين بلوك، مشروع العودة أو الفكر بالعودة دائما براسهم، بجوز بحاولوا يرجعوا، برجعوا بروحوا، ولكن الإلحاح على العودة إذا فتحتوا لهم مجال فحتما وقطعا رح يكون في مجال إنه يرجعوا إلى حياتكم وبسرعة وبشكل سريع، بس مش بالضرورة إنه ينتج شيء عن هذه العودة. إذا تعلمتوا من العلاقة أو استفدتوا أو نضجتوا بجوز تقدروا تغيروا الأمور إلى مصلحتكم، ولكن إذا أنتم مشيتوا أو تركتوا العلاقة عم تسألوا بس بشكل فضولي فعم شوف إنه في مجال يرجعوا، وبإمكانكم تبدوا بداية جديدة أو تحققوا اللي ما قدرتوا تحققوه في حال قدرتوا تتخلصوا من المشاكل اللي عانيتوها واللي خلاهم أو خلاكم تكونوا أكس. فإذا قدرتوا تتخلصوا من التعب والإرهاق اللي عانيتوه وقدرتوا تتخلصوا من موضوع أنه صاروا أكس، ممكن ترجعوا وتحاولوا تبنوا من جديد، وهناك مجال جيد وإيجابي للرجوع. بالتوفيق لهذه المجموعة.
المجموعة الأخيرة مجموعة الأونكس. شو صار بالأكس؟ الأكس على ما يبدو صراحة هناك نوع من السعادة، الفرح، أخبار جيدة وإيجابية. ربما هذا الأكس عملوا حياة جديدة لألهم وعم يستقبلوا بشائر، ربما تزوجوا وعندهم فرح أو ولادة، أو ربما عندهم نجاح بالحياة أو مشروع عم يشتغلوا عليه، وهن حتما يعني شو بدي أقولكن خلص عم عايشين هذه الحياة. أوكي، ف وضعهم جيد، وضعهم جيد، وضعهم إيجابي، متعايشين بشكل جيد، ولكن ضايع عندهم البالانس. يعني أحيانا بتذكروكن، أحيانا بفكروا يرجعوا، أحيانا لا، بتمروا بخاطرهم من فترة لفترة، بس هن صراحة كأنه ما تعلموا شيء. يعني أوكي، عندهم نوع من العناد بحياتهم. بدي أفتح كرت تاني كمان أتأكد. يا صعب صعب إنه ترجعوا الشي بيناتكم، لأنه هن صعبين أو أنتوا صعبين. حتى لو كان في انفصال بيناتكم، طلاق، أو كان عندكم أولاد، فليسوا بالشريك أو الشريكة المناسبين، وخلص عم بعيشوا حياتهم ومستقرين بوضعهم ومتقبلين الوضع الجديد، لأنه بنظرهم يمكن يكونوا ما أخطأوا أو ما حسوا بالخطأ أو بالندم، أو بجوز يحسوا فيه لفترة قصيرة وينسوا أو يتناسوا بأشياء بتخليهم ينسوا وضعهم. بتأمل إنه تكون كتير عجبتكم هالفقرة. اكتبوا لي بالتعليقات ما هو وضع الاكس تبعكم اذا انتم عندكم فكره عنه. وشكرا لكم كثير، تصبحوا على الف خير. سلام، باي.